أسد بنونة محامي في أدفاس وعضو الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي. انضمنا هذا اليوم الدراسي بعد صدور القانون الجديد اللي كان ضمن الأراضي السلالية، والغاية هو إبراز المشاكل والمعيقات اللي كتعترض المستثمر في الأراضي السلالية، وكذلك إظهار الفرق ما بين ظاهر 1919 والقانون الجديد اللي كان ضم هذه الأراضي السلالية وما جاء به من جديد. ووقفنا بكل موضوعية على النقاط اللي هي إيجابية، وكذلك النقاط اللي رأيناها أنها في غير صالحنا، يعني خطينا عليها بالخط الأحمر وبيناها للعموم. طرقنا كذلك في هذا اليوم الدراسي إلى ما صار عليه العمل القضائي، اللي في البداية كانت هناك أحكام قضائية تستقضي بطرد المستثمرين، والحال وحاليا القضاء غير الاتجاه دياله، وهناك خبرات قضائية، وبعد الخبرات القضائية تواجه دعاوى وزير الداخلية بالرفض، وهذا جانب إيجابي ولصالح المستثمرين. لذلك احنا هذه مناسبة باش تنتوجه للسلطات المعنية كلها، سواء وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة أو الإدارات اللي هي جهوية، باش أنها تنتصر لقضايا المستثمرين على الأراضي السلالية كما وقع بالنسبة لوضعية المرأة السلالية، وأن يقع إنصاف هؤلاء المستثمرين، لأنه من العيب والعار أن تكون هناك استثمارات جاهزة وبمبالغ يعني الملايير هذه ديال هذه الاستثمارات ونقوم بالإجهاز عليها. يجب أن نفكر في خلق استثمارات جديدة، لا أن نقوم بضرب المكتسبات التي قام بها هؤلاء المستثمرين. ونتمنى على أنه ما دام القانون الجديد قد فتح باب تمليك للخواص، أن تتاح هذه الفرصة للمستثمرين، وسيكون ذلك حلا منصفا وعادلا. وشكرا لكم.